بشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصحاب الفضيلة والحضور الكرام والطلبة الكرام، وأحيي بكم من هذا المنبر الكريم. أتمنى أن تكون الملحة التي هذه نتجهها مباشرة إلى ظهوركم بعد عدولكم. وما سميت هذه الساعة هي ليست محاضرة، music. The music in the background, or the music in the... Okay. Great. Great. ممتاز. قلت هذه المداخلة لن تكون أبدا محاضرة، ستكون كلمة إلى وجدانكم. لن نقف ساعة لأننا لطالما كنا نياما. دعونا نقف ساعة اليوم مع أنفسنا، وقفة مع ذواتنا. ربما الكثير منكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في مجلس علم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم يتذكرون كتاب الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتتنزل عليهم الملائكة سكينة ويذكرهم الله في من عنده في ملائكة أعلى. أتعلمون؟ أهل السماء ينظرون إلى أهل الأرض إلى حلق الذكر كما نرى النجوم في السماء. العلم بلا خلاق، ما العمل بعلم بلا أخلاق؟ في هذه المداخلات البسيطة سأتكلم على كثير من المواضيع جملة وتفصيلا. سأتكلم أولا عن صلتنا بالله عز وجل. هذا ليس منبرا لخطبة الجمعة، لأننا علمنا الدين بخطب الجمعة فقط. وهناك من اتهم الدين بالرجعية وأنه غير صالح لهذا الزمان، لكن العكس، العكس هو الصحيح. إنما تطور الأمم يكون أولا بلغتها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر في قول عمر بن الخطاب قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا اتخذنا غيره دينا أذلنا الله. أنتم أحفاد الصحابة، أنتم أحفاد الصحابة، تذكروا هذا جيدا. أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الآية إذا نزلت من سبع سماوات لم تنزل أبدا، ولا تستثنوا نفسكم منها، فأنتم معنيون كذلك. طيب، سأتكلم قليلا عن العلاقات وعلاقاتنا مع الآخرين. كيف نكسب قلوب الآخرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بما أننا في هذا الشهر نحتفل بعيد المرأة، عيد المرأة، طيب، هن شقائق الرجال، جميل؟ وهن شقائق الرجال، ومن ثغورهن اشتقت كلمة الجمال، فهي فاطمة، خديجة، سلمى، وريهان، أسماء أخطيرت لهن رفع سهيلة في الكمال، وكما قيل: فكمال الخلق من المحال. وجاء في الأثر أن شاعرا قال: ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التمييز لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال.
孙老师。النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حكم على زوجاته قال خيركم خيركم لأهلي وأهلي خيركم لأهلي. سبحان الله. واذهبي بين صالونات الحياقة والأوضة، لكن تذكري أن نداء ابنك الصغير الذي لم يتجاوز لحولين لك بابا أو أمي لن يساوي كل الوفاءات لو وضعنا كل إنجازاتك في كفة، ولذا ابنك الصغير لك بأمي في كفة رجحت بكفة أخرى، فأين النظر في ذلك؟ جميل. تحدثنا عن المرأة، سنتحدث عن الأمة، لأن المرأة هي نواة الأمة، وصلاح الأمة من صلاح المرأة. ولنا في تاريخنا الإسلامي الكثير من النساء اللواتي غيرن مجرى التاريخ. سأتكلم عن امرأة معاصرة، امرأة ناجحة. هذه المرأة هي زها حديد، أظن أنكم تعرفونها. زها حديد هي معمارية عراقية. طبعا هي التي قامت بإنشاء بناية البي ام دبليو لاستيراد تجارها في ألمانيا والكثير من المنشآت الإبداعية. هذا إذا دل إلى ما يدل على أن المرأة يمكنها أن تنجح. النجاح ليس فكرة فقط. على الإنسان أن يتبنى فكرة النجاح أولا، أن يوضح رؤيته، أن يقوم بتصدير الأهداف خطوة بخطوة حتى يصبح هدفه وحلمه. ثم الكلام الآن أن يكون في الإسلام الله. ربما قد تجدون أن كلامي ليس متناسبا. أرجو فقط أن أقدم نقاط جوهرية في وجهة قبلي. أريدكم أن تنصتوا إليها بقلبكم قبل عقولكم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة وراء هذا الرجل العظيم، وقد صنف ضمن 100 شخصية أعظم عظماء الأمة أو أعظم عظماء التاريخ عفوا. لماذا برأيكم من أقام دولة إسلامية بحق كانت له رسالة في هذه الحياة، فكل منكم عليه أن يحمل رسالة في حياته. اسأل نفسك، وقف وقفة مع نفسك، من أنا؟ ما هي أهدافي؟ ما هي أحلامي؟ ما هي رسالتي في هذه الحياة؟ أظن أن الجميع قد تخلى عن هم هذه الأمة، أن تعلو بهمتك، أن يكون لك هدف عظيم، هذا ما يجعل الهمة أكبر وأكبر. الأمة الإسلامية، وأنا أتكلم من هذا المنبر، ليس في طابع عقائدي ولا ديني ولا طائفي ولا سياسي، فقط بطابع تفكير. الأمة الإسلامية الآن بحاجة إلى عقول وجهود شبابها. فكر في رسالتك، فكر في هدفك. الأمة الإسلامية ملأة بالمشاكل. التفكير الإبداعي هذا ما يهمنا. إذا رتب لنفسك رسالة، رتب لنفسك أهدافا وخطة لتصل إلى أهدافك. وتذكر أنك رقم استثنائي في معادلة حياتك. لن أطيل عليكم. أشكركم جزيل الشكر. وسعيد جدا بلقائكم اليوم في هذه المنصة. أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أعضائي. شكرا جزيلا.